صرنا لحد هلا خلال هاي الفترة بحدود 8 9 اشهر صرنا عم نشتغل بهذا المركز، صرنا حاملين حوالي 2000 عائلة. المميز بنحنا بعملنا بهذا المركز انه نحنا مش بس منعالج، مش بس منعطي الدواء، نحنا منتابع المريض، منعمل له إحالة إذا كان بحاجة لطبيب أخصائي عم نحوله على المركز. Quelques années est arrivée une nouvelle difficulté qui est l'arrivée massive du réfugié syrien au Liban. Donc nous avons sollicité d'autres moyens et immédiatement la fondation Pierre Fabre a proposé de nous aider par la mise en place d'une unité médicale mobile, unité qui se rend, qui est basée à notre centre médical de Kefraya et qui se rend du village en village, là où se trouve le plus de réfugiés syriens. احنا علاقة متكاملة بهذه الحلقة لمعاينة المريض، من المعاينة للعلاج للفحص للاستشفاء للمستشفى للعمليات الجراحية. ما في مؤسسة بعد بلبنان تتعاطى بهذا الشأن لكل المرضى مثل ما نحن عم نتعاطى. هذه الاستمرارية عم يشعروا فيها المرضى إن كانوا سوريين أو لبنانيين. عم يجي الموقع المكان اللي ساكنين احنا فيه وعم يقدم لنا خدمة ممتازة، قدم لنا كافة الأدوية مجانا، وعم يجونا كل أسبوع أو أسبوعين يجي يقدم لنا الخدمة. وش نحتاج؟ إيش في مرض؟ إيش في شيء؟ عم يحكي منها الطبيب حكمة ممتازة جدا يعني. ترمش بعيونه، كمان أعطاني ورقة الدكتور قال لي بتاخذيه لعنا على المركز مشان يفحصوا لي عويناتك. هاي قالوا لي معها التهاب الاذن الوسطى وصرت اخذ تعميد دكتور هون وما استفدت غير عدلية الدكتور جمال. ما عندنا امكانيات هون، لا ما بتدفع شيء، بلاش كل ادويه والمعاينه.